موضوع ينضم إلينا مباشرة أحد أفراد العائلة المهددة بالإخلاء. يعني بداية نقول خلينا نحكي بالعامية، نقول الحمد لله على سلامتكم، بس أريد أفتهم من عندكم، يعني أنتم دخلتوا المخدرات للبلد؟ لو أنتم دا تصنعون المواد المتفجرة ودا تفجرون بالعالم، 12 سيارة مداهمتكم وخالين صبة وحاجزيكم بالبيت، احكي لي شنو الموضوع؟ تفضلي. أنا والله ما أدري أستاذ، أنا قعدت قعدنا الصبح إحنا نايمين، قعدنا الصبح لقينا الجيش تاس الشارع والرد السريع، الرد السريع على أي أساس يجيني أنا الرد السريع؟ الرد السريع يجي للدواعش لو يجي علي، يجي على أهل الكبسلة لو يجي علي، أنا مسويته شنو أنا؟ الرد السريع تارس الشارع ترس ويجيب صب بدون علم الدولة، بدون علم الدولة يجيب صبة ويخلي بالباب، سد الباب لا تطلعون ولا تطبون، ليش؟ انا مسوي انا بايجاري قاعده، ما قاعده بلاش، انا مو حواسن، انا هاي شوف هاي اوراقي كلها جاهزه، هاي اوراقي كلها كامله، وانا من 2014 انا مقدمه على الشراء، ومو مره واحده انا قدمت على الشراء، كل ما اروح كل ورا سنتين ثلاثه اروح اقدم على الشراء القى الاضباره ضاميها، يقولوا لي ماكو انت ما مقدمه على الشراء، على اي اساس؟ رند استاذ رند ما عاجبه انا قاعد بالبيت، استاذ رند ما ادري باي من ما منو رند؟ منو رند؟ رند مدير العقارات، يقولون مدير العقارات ما ادري، مدير العقارات احنا رحنا لمدير العقارات ردنا نشوف الفايل مالتنا البيع والشراء، يقول والله ما ادري رند لو غيره بالضبط انا ما اضرب الرجال، يقول والله انت قاعده 20 سنه صار لك 30 كافي بعد طلابه اطلعوا، انا قاعده ببيتك؟ أنا مطيني زين اطلعوا ما يخالف اطلعوا، عند احد يريد يقعدهم مكانكم لو شنو؟ لا يجوز منطيه متفق ويا احد زين دائرة عقارات الدولة، يعني منا ناشدهم احنا نقول ماشي اذا كان هذا قانون ويطبق على الجميع، اكو كثير من عقارات الدولة استولت عليها الاحزاب، هل تحركت ومثل هاي القوة اللي انت تحركت عليكم؟ لا لو بس انتم بالذات استاذ انا بالقادسيه بيها مو بس هذا البيت، بيها اكثر من 200 بيت، ليش انا بالذات بس انتم بالذات هذا البيت بالذات ليش؟ ما دافعين ايجارات؟ ما هاي الايجارات هاي الصكوك وهاي مال بيع، انا مقدمه على بيع وشراء هذن كلهن انا جايبتهن واواريهن، اريد انا اناشد السيد الكاظمي واناشد السيد مقتدى راعي الاصلاح، انت مو راعي الاصلاح سيد مقتدى، سيد الكاظمي انت منو اللي يحكم؟ سيد منو هذا بالعقارات يحكم؟ لو انت ما منو هذا مطلع هذا هذا القانون هذا منو مطلع؟ بس اريد افتهم اني انا اروح للعقارات يقول لي ما لك حق تقعدين بي، انا غير شاغلي، انا شاغلته صار 30 سنه، 30 سنه انا قاعده بهذا البيت زين زين راح اسالك سؤال اسمحي لي، يعني هاي القوه اللي جتكم يعني هل بشكل رسمي بصفة رسمية؟ ما أعرف ما سألتيهم؟ ما أنا ما طلعت أمر إزالة؟ يعني هسه هاي الصبة اللي شفناها تلاحقت لها أمانة بغداد برفعها، يعني أولا قانونا ما ممكن عقارات دولة تجي تخلي الصبة، يعني هاي ممكن يعني إذا ما شاهدكم أحد ممكن هاي الصبة يشيلوها يخلوها فوق بيتكم ويهدوه على ساكني، لربما نفس الحادثة اللي صارت أيضا قوة عسكرية خرجت في منطقة جبلة وكتلة عائلة كاملة وكان الموضوع واضح آنذاك، يعني شنو معنى؟ راح دم هم الجبلة وإحنا نفس الشيء هم راهم هم يجي وهم يقتلونا وبسلامة رند هو بالذات اندسهم قال لهم تروحون تخلون هاي الصبة بالباب، رند انت بكيفك لو كيف من هو؟ احنا غير نريد نعرف هو من هو هسه يحكمنا، رند يحكمنا لو كاظم يحكمنا لو منو جاي يحكمنا، احنا نريد نعرف انا ما قاعده ببيتك رند، انا ما قاعده ببيتك، انا عندي اربع عوائل وين اوديها؟ يعني شنو ذنبنا احنا يوميا نتراجف؟ احنا شنو ذنبنا يوميا 20 سياره واقفه مال جيش ودا انا اكذب روح اسال المنطقه يعني علي. يعني خلال هاي الفتره اسمحي لي اختي، خلال هاي الفتره اكو اكثر من مره اجوكم؟ لا هاي مو اول مره. طيب. يعني هاي احنا ناكد على الجهات اللي تجيكم بصفه يعني عسكريه او من ضمن قوات الداخليه، يعني تجيكم انتم ما سالتوا انه هل هاي الجايه بشكل رسمي ام لا؟ لا نسالهم يقولون ما احنا عندنا امر نقول لهم يا بوارونا الامر وين مال العقارات؟ يقول ماكو وهذا ابو الرد السريع يعني شو يقول له يخابر ابو يخابر رند شو يقول له؟ يقول له مرة تلاخ اذا تريد مرة تلاخ انا بس خابرني اجي اشمر غراضهم بالشارع، على اي اساس تشمر غراضهم بالشارع؟ لهالدرجه وصلت يقول له انا بس قل لي انا اجيب قوه واشمر غراضهم بالشارع، ليش؟
أنا قاعدة بإيجاري، الساسة قاعدين كلهم خلي يروحون، خلي رنت، خلي بالذات رنت هو بالذات، خلي يروح للساسة، هذول قاعدين بعقارات الدولة، منو القط مليون بالشهر؟ أنا أقط مليون بالشهر، أحد قط مليون بالشهر؟ ما حد يقط مليون بالشهر، إحنا نقط مليون بالشهر، تقبلها أنت؟ إذن إذا من خلال الشاشة، شاشة الرشيد، وهاي شاشتكم طبعا، شاشة كل المواطنين إن شاء الله، شنو اللي تناشديه هسه؟ وسيد الكاظمي إيش كم مرة، سيد الكاظمي أنا إيش كم مرة قدمت على مقابلة إلك، ما حد خلاني أفوت، ما حد يخلي مواطن عراقي فقير يفوت، عنده سند، عنده ظهر بالدولة يفوت، بس إحنا فقرة ما حد يفوت، يقول لك روح ماكو، روح أسبوع الله، روح شهر الله، وأنا هاي صار شهرين أنا على هاي، على هاي الدقة، أنا أشوف هاي المعوقة، أنت بشرفك بضميرك، بضميرك رند، تقبلها هاي المعوقة تتراجف ليش؟ الله يرضاها إليك، وين تروح من حوضتها أنت؟ تخاف الله؟ أنت إذا تخاف الله خل بس الله كريم، الله ينتقم منك، الله كريم ومسلمينك بيد واحد لا له شريك، حسبي الله ونعم الوكيل، مثلك وعلى امثالك، عليك وعلى امثالك، على كل حرامي، على كل حرامي دخل الدوله وباكه، ما شبعتوا؟ كافي عاد، مو كافي عاد، ما شبعتوا؟ اقول لكم هي شبرين، شبرين تاليتكم وكلنا احنا تاليتنا. اختي العزيزه والحمد لله والشكر ان شاء الله وصلت، عايشين بكرامتنا مو مثلكم بوابه. اختي العزيزه ان شاء الله وصلت مناشدتك، واتمنى من وان شاء الله يسمع ان شاء الله تاخذون الاجراء الحازم والسريع بهذا الموضوع. اريد حاكم الزامني، انت الناطق الرسمي باسم مقتدى الصدر، اريدك تسمعني وتوصل، توصل صوتي لمقتدى الصدر، قل له هاي العائله، هاي العائله صار شهرين صار، مو بس الجيش كلها تجينا، شرطه على بيتكم، على بيتكم بالذات دون البيوت اللي موجوده. تمام، ليش احنا بالذات؟ وصلت، وصلت الفكره اختنا العزيزه، وكنتي ويانا عبر شاشه قناه الرشيد، وان شاء الله ينسمع صوتك، وشكرا جزيلا لحضورك ويانا.